كريستيانو رونالدو واحداً من أهم لاعبي كرة القدم في العالم، يمتلك عدداً من المنازل. كريستيانو رونالدو اجتهد وكافح وغير حياته من غرفة يعيش فيها هو وإخواته إلى قصور في كل بلد. أقام كريستيانو منزل الدون في مانشستر عندما كان يلعب لنادي مانشستر يونايتد من عام 2003 حتى 2009 في منزل يتكون من 5 غرف نوم كبيرة وحديقة واسعة وإطلالة ساحرة، ولا ينسى الاهتمام باللياقة البدنية، حيث كان يضم حمام سباحة وحجرة بخار وجاكوزي وجيم للترفيه وغرفة سينما. وللعلم أحب الدون هذا المنزل وكان يرفض بيعه طوال 9 سنوات حتى تم بيعه في نهاية الأمر. منزل كريستيانو بإسبانيا عندما تم الانتقال إلى مدريد عاصمة إسبانيا، اشترى الدون منزل بمبلغ 4.8 مليون جنيه استرليني بحي لافينكا المتميز. ويتميز القصر بوجود حمامي سباحة خارجي وداخلي، وغرفة للتدريبات بها جيم مزود بأحدث الأجهزة الرياضية وحجرة تدريب بدني، وأيضاً به ملعب كرة قدم صغير بجوار حمام السباحة. ويتميز الحمام بوجود منطقة استجمام كاملة التجهيزات. وفي عام 2019 اشترى قصراً في كوستا دي سول بماربيلا الإسبانية بمبلغ 1.4 مليون استرليني، وذلك لقضاء الإجازات بها، ويتكون من عدد 4 غرف نوم وبها منظر بانوراما للبحر، كما تضم ملعب للغولف. وأيضاً لا ننسى الترفيه، حيث تضم جيم وسينما وحمام سباحة. منزل رونالدو بمدينة يوفنتوس الإيطالية. عند الانتقال الدون لنادي يوفنتوس في 2018، قام النجم بشراء فيلتين بهم سياج أمني خاص وطريق خاص، ولكل قصر بوابة خاصة به ومساحة شاسعة من الحدائق. وكان يصطحب معه خطيبته جورجينا، ولأن العمل بمجال كرة القدم يتطلب الاستعداد الدائم واللياقة البدنية، فتم تجهيز المكان بكامل التجهيزات كالقصور السابقة. قصر الدون بمسقط رأسه البرتغال. قام بشراء منزل في بلده الأم بمبلغ 7 مليون استرليني، والمنزل يطل على البحر وبه حمامي سباحة وجاكوزي وملعب كرة قدم وعدد كبير من غرف النوم والحمامات، ويرتفع المنزل 4 طوابق. وقام كريستيانو بالإقامة به وقت انتشار فيروس كورونا.